مشاهدينا، منذ أن انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في عام 2014 وكان من الواضح أن لديه رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بالمواطن المصري في كافة القطاعات وكافة الجوانب وفي كل المجالات. ولمزيد من الحديث والنقاش ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. العديد من المشروعات اليوم يعني تم افتتاحها طبعا من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وكذلك جامعة المنصورة الجديدة. دعنا نتحدث بالتفصيل ونبدأ بجامعة المنصورة الجديدة بكل هذه المواصفات العالمية بكل إمكاناتها. كيف ترى أن هذه الجامعة ربما تخدم رؤية مصر لتطوير التعليم العالي تحديدا؟ هو الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تفضلت عندما تولى المسؤولية في عام 2014 كانت لديه رؤية واضحة للتنمية في جميع ربوع مصر. مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى هذه المدن الذكية التي تعد من مدن الجيل الرابع، تضاف إلى المدن التي أضيفت للمدن الجديدة، ويقدر عددها بحوالي 20 مدينة جديدة مترامية الأطراف في جميع المحافظات المصرية. هذه المدينة هي المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم، تشمل المساكن بدءا من الإسكان الاجتماعي مرورا بالإسكان المتوسط وحتى الإسكان الفاخر. يعني المدينة تضم جميع أنواع الإسكان بما يتلائم مع متطلبات يعني جميع الطبقات في هذه المدينة. المدينة يعني موجودة على السواحل بمسافة تقترب من 16 كيلومتر على البحر، إلى جانب أنه لهذه المدينة سيتم ربطها بمدينة المنصورة القديمة عن طريق القطار الكهربائي. يعني هذه البنية التحتية التي اعتمدتها مصر مؤخرا التي تعتمد التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب التكنولوجيا التي تعتمد البيئة النظيفة أو التي تعتمد الوقود غير التقليدي كالقطار الكهربائي أو المترو أو غيرها من وسائل النقل المتقدم والحديث التي تضاهي مثيلتها في يعني المدن المتطورة في العالم. المدينة الذكية شأنها شأن المدن التي أضيفت إلى مدن مصر، سواء مدينة دمياط الجديدة أو مدينة المنصورة الجديدة أو الإسماعيلية الجديدة أو طيبة أو غيرها أو المنيا الجديدة، إلى جانب طبعا مدينة العالمين والعاصمة الجديدة التي يعني ستضاهي العواصم الكبرى في المدن المتطورة. هذه كانت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لإحداث التنمية والنهوض بالمجتمع إلى آفاق أرحب وأطيب، إلى مستقبل يعني أفضل بمشيئة الله. طيب، بما أننا تحدثنا عن المدن الجديدة، بالتأكيد تراعي الدولة المصرية العديد من المواصفات التي يجب أن تتوافر في هذه المدن. دعنا نتحدث عن المساحة الخضراء وكيف يعني تخطط الدولة المصرية أيضا لتحسين البيئة وتحسين المناخ بشكل عام، بعد يعني حتى لو تحدثنا عن قمة المناخ وكيف يعني خرجنا منها ببعض التوصيات لتحسين المناخ ومجابهة مشكلة المناخ. كيف ترى هذه المدن وكيف راعت الدولة المصرية المعايير، لو تحدثنا عن معايير الأمان المناخي والمساحات الخضراء فيها؟ هي بطبيعة الحال قبل قمة المناخ التي عقدت في مدينة شرم الشيخ والتي بالفعل يعني تمخضت عن عديد من التوصيات، الدولة المصرية كانت التزمت قبل انعقاد قمة المناخ بهذه التوصيات بالفعل في إنشاء المدن الجديدة، ولنا في يعني وسائل النقل الحديث التي تبنتها الدولة المصرية خلال يعني السنوات الأخيرة من القطار الكهربائي والمترو والتوسع في شبكات مترو الأنفاق في العاصمة، إلى جانب القطار السريع الذي يعني بدأ العمل في المرحلة الأولى من مدينة السخنة وحتى مدينة العالمين، مرورا بالتطور الذي شهدته المدن التي يتم إنشائها على أحدث يعني التكنولوجيا المتطورة والاعتماد على الطاقة النظيفة سواء السيارات الكهربائية أو السيارات التي تعتمد على الغاز
الطبيعي، إلى جانب التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والمصانع وغيرها، ويعني الابتعاد تماما عن الأنماط التقليدية في يعني سواء المصانع، يعني ابتعدنا عن استخدام السولر والمكونات التقليدية، إلى جانب أنه السيارات الأوتوبيسات والوسائل النقل أصبحت الآن تعتمد على الوسائل بالطاقة الكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتوسع في هذا المجال، إلى جانب أنه المدن الجديدة التي تم إنشائها كما أشرنا من قبل يتم الاعتماد فيها على إضافة مساحات خضراء. يعني مدينة المنصورة الجديدة شاهدنا جميعا المساحات الخضراء التي أضيفت إليها، إلى جانب أنه عندما يتم التخطيط لمثل هذه المدن يتم إنشاء أولا كل مكونات المجتمع التي يحتاجها المجتمع في هذه المدن، بدءا من مراكز الشباب والملاعب والجامعات والمدارس، المساحات الخضراء التي يعني أصبحت الآن يعني نلاحظها جميعا في هذه الإنشاءات الكثيرة والجديدة. أعتقد أن الدولة المصرية بدأت بالفعل ولم تنتظر قمة المناخ ولا توصيات قمة المناخ، لكن بدأنا عندما بدأنا أو أنشأنا هذه المدن الجديدة فكرنا في أن تكون هذه المدن أولا نظيفة تجذب لتحقق حياة أو مزيد من الرفاهية، إلى جانب أنه مشروع حياة كريمة الذي يعني بدأ يعني يتلخص في إنشاء العديد من هذه المراكز الحضرية. شكراً. أيضا يعني اهتمام الدولة بهذه المنشآت يعني التي شكرا أستاذ صلاح مغاوري، وصلت الفكرة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كان معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر الهاتف، شكرا لك.